بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك. كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه كما في الحديث، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى، بين ذلك فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأعمال على قسمين: أعمال قلوب وهي النيات والمقاصد، وأعمال جوارح وهي الأفعال الظاهرة. فإذا هم العبد، يعني عزم ونوى، هم العبد بالحسنة فلم يعملها، لم يتمكن من عملها أو انشغل عنها، لم يتركها زهدا بها، وإنما تركها لصارف صرفه، ونيته باقية، نيته الصالحة باقية، فهذه يكتبها الله له حسنة واحدة، لأن هذا عمل قلبي ومستمر لم يتراجع عنه، فيكتب له حسنة واحدة. فإذا عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفي الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لم يحدد هذه الأضعاف ولا يعلمها إلا هو. في آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يضاعف إلى 700 ضعف. وهذا والله أعلم بحسب نية العامل وقوة إيمانه، فيضاعف الله له أضعافا محددة وأضعافا غير محددة فضلا منه وإحسانا. هذا بالنسبة للحسنات في القلب أو في العمل. وإذا هم بسيئة، يعني نوى أن يفعل سيئة، أن يذنب ذنبا لكنه تركه لم يعمله خوفا من الله عز وجل، عدل عنه خوفا من الله وعدم رغبة في الذنب، فإن الله يكتبها له حسنة واحدة، يكتبها حسنة واحدة على نيته، لأن النية عمل، عمل قلبي، وتركه لها خوفا من الله هذا عمل، هذا عمل قلب أيضا، فيكتبها الله له حسنة بدل أن تكتب عليه سيئة، لأنه تركها خوفا من الله. أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها ونيته لفعلها باقية فإنها تكتب عليه، تكتب عليه لأن نيته السيئة باقية،
لكن إذا تركها وعدل عنها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة على عمله القلبي، وهو الترك لله عز وجل. وإن هم بالسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة لا تضاعف، فالسيئات لا تضاعف، لأن الجزاء عليها من باب العدل، والله لا يظلم أحدا، فيكتب عليه سيئة واحدة. وأما مضاعفة الحسنة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، وأما الجزاء على السيئة فهو عدل، عدل منه سبحانه، وهو لا يظلم أحدا ولا يكتب عليه شيئا لم يعمله. فهذا حديث عظيم وبشرى للمسلم وحث عليه أن ينوي الخير ويعمل، ينوي الخير ويعمله، وأن يترك الشر، وتحذير من نية الشر ونية السوء، فإنها تهلك صاحبها. في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ماته ما عدل عن قتل صاحبه، يريد قتله لكنه لم يتمكن منه، فنيته السيئة باقية، فلذلك استحق دخول النار والعياذ بالله، مع أنه مقتول جزاء على نيته السيئة. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يترك فعل السيئات ويعدل عنها، ولا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء، ولا يطاوع الشيطان، فيتركها لله عز وجل خوفا من الله.